أعلن سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات نائب رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، أعلن عن انتهاء اللجنة من إجراء التقييم النهائي لـ90 مركزا من مراكز الخدمة الحكومية. وخلال نشرة سابقة أكد سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد على أن عملية تقييم المراكز تمت عبر 92 معيارا. تم خلال الأسبوعين الماضيين تقييم 90 مركزا يقدمون خدمات حكومية تابعة ل 15 جهة حكومية. تجسدت عملية التقييم في 4 فرق ميدانية متخصصة تعمل تحت إشراف لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، قامت من خلال زيارات ميدانية ومتسوقين سريين واستطلاع لآراء المراجعين، تم من خلالها تقييم هذه المراكز وفقا للدليل الاسترشادي الذي اعتمدت اللجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية. وجدنا من خلال هذه الآلية والتي تعتبر الثانية من بعد التقييم المبدئي الذي تم من عدة أشهر، وجدنا هناك فارق واضح وجدية تم من خلالها الأخذ بعين الاعتبار المعايير التي لم تستوفها في المرحلة الأولى. هناك العديد من الجهات شكلت لجان متخصصة داخل الوزارات أو الجهات الحكومية لتوفيق أوضاع ما لم يتم استيفائه في السابق، ووجدنا هناك تطور ملحوظ. يأتي الآن دور لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، هذا هو التقييم الأول من نوعه في المملكة، وقد قام على 3 عناصر أساسية. أول هذه العناصر هو الشمولية، تم تقييم جميع مراكز المملكة التي تقدم خدمة حكومية دون استثناء، والجميع خضع لنفس الآلية من التقييم بناء على العنصر الثاني وهو الشفافية. شفافية عمل اللجنة تمت منذ انطلاق عملها من خلال إقامة ورش عمل متخصصة لجميع القائمين على إدارة هذه المراكز، تم شرح لهم آلية التقييم، تم شرح لهم الدليل الاسترشادي والمعايير التي تقوم عليها عملية التقييم، وتم التعامل معهم بشفافية كاملة. العنصر الثالث هو استخدام الابتكار وتكنولوجيا المعلومات في آلية التقييم، وهنا قامت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مشكورة بتطوير نظام متخصص لدعم هذه العملية التي ساهم بشكل إيجابي ووافي لهذه العملية.